انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت امن اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. هترجع مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم، حياكم الله بياكم وغفر لنا وإياكم وهدانا وهداكم يا رب العالمين. معكم محمد نصيب المحاور، باحث في الكتاب المقدس للرد على المصريين المتطورين على الإسلامي مما يعتقدهم. ومعانا اليوم الضيفة العزيزة أختنا نهى السيد، وسابقا غادة بطرس، مسيحية أسلمت لرب العالمين. وحلقة النهاردة فيها معلومات ووثائق وتأكيدات لما يفعله المنصرين وأولاد دين المحبة عندما يدخل غيرهم الإسلام. حياكم الله أختنا. حياك الله أخي الكريم، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أسأل الله أن يبارك فيك يا رب العالمين. حلقة النهاردة بعدما أسلمت أختنا، كيف تعامل معها ولاد أحبوا أعداءكم؟ كيف تعامل معها الذين من ثمارهم تعرفونهم؟ كيف تعامل معها ولاد دين المحبة؟ كيف تعاملوا معك أختنا؟ قبل ما نعرض الفيديوهات والإثباتات والأدلة من العقيدة عنده، كيف تعاملوا معك؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أساليب المنصرين متعددة جدا، بس أنا مش هتكلم عن تجربتي الشخصية دلوقتي، أنا هتكلم عن أساليب المنصرين القذرة بوجه عام، وبعدين كده أتكلم هم عالموا معايا أنا شخصيا إيه. طبعا المنصرين زي ما احنا عارفين بينقسموا لفئتين، فئه واضحه وبتظهر على الميديا بشخصها وهي معروفه مين واسمها مين، بس للاسف الفئه دي دايما بتكون خارج مصر، ما بيكونوش جوه مصر. الفئه الثانيه اللي هم الفئه انا بسميهم الفئه الجبانه، اللي هم بيطلعوا خلف الشاشات باسماء مستعاره، طبعا مش عارفه نسور الصخر، مش عارف ابناء الملك، الكلام ده. دول طبعا اما بيقولوا ان احنا إما كنا مسلمين وتنصرنا، إما إحنا ملحدين، ما بيقولوش إحنا طبعا مسيحيين علشان خاطر الهجوم عليهم. الفئة الأولى بقى اللي هم هاربين، يخافوا نرجع لكتابهم طبعا بكتابهم. طبعا أيوة، علشان كده هم بيقولوا لا إحنا مش مسيحيين، خايفين إن إحنا نبدأ الحرب معاهم أو المواجهة معاهم بكتابهم. الفئة اللي هي الأولى اللي هي الجماعة اللي هم الهاربين خارج مصر، اللي هم ظاهرين بشكلهم وظاهرين باسمهم الحقيقي، على رأسهم طبعا رشيد حمامي ورحوم الحرامي الهارب خارج مصر، طبعا كلنا عارفين بسبب اختلاس وسيرة أموال من جامعة المنيا. نعم. وده بفضل الله الحمد لله قدرت أكشف حقيقته وكذرته لكل الناس، والناس كلها عرفت حقيقته، إنه كان بيساومني على أولادي مقابل إني أطلع برا مصر وارجع تاني للكنيسة وارجع للمسيحية تاني، واطلع على قناته واقول ان المسلمين هم اللي اكبروني ان انا اعمل القناة دي على اليوتيوب اهاجم فيها المسيحية. لما طبعا فضحته وطلعت التسريبات دي قرر ان هو ينتقم مني. طبعا مش هيعرف ينتقم مني بالحجة والدليل، لا، باسلوب القذر اللي هو الكذب والتدليس. عمل ايه بقى؟ استضاف طليقي على القناة عنده، حسبي الله ونعم الوكيل. علشان طبعا طليقها مسيحي يا شباب، لازال مسيحية. ايوه طليقي مسيحي، علشان طبعا يشوه سمعتي. وبدا الاول يتهم الاسلام بالدعاره ويقول ان انا رحت الاسلام علشان الدعاره، مع العلم ان الدعاره موجوده عندهم وسهل جدا ان اي واحده تعمل الدعاره اللي هو بيقولها دي، وهي مسيحيه عادي جدا، اللي يخلي الواحده تسلم علشان تعمل الدعاره؟ ما هم عندهم مادة خصبة للدعارة من خلال كتابهم، لا في حرام ولا عيب ولا كل الأشياء تحل لي. وبعد كده يسوع نفسه لما جات له الزانية لم يعاقبها. أيوة. ولم يقيم عليها الحد، بل قال لها اذهبي أيضا ولا تخطئي، وهتروح وتخطئ تاني، فما فيش حدود.
بالضبط، من امن العقوبه العقوبه سال ادب. ممكن حضرتك ترد المقطع ده؟ على بركه الله نبدا عرض مقاطع وتعلقي انت بقى ايه. الاول نشوف والله يا اخوه انا يعني هي طبعا اختي، دي اختي مهما كان دي اختي يعني، لكن شفت المقاطع دي اكتشفت فعلا ان العقيده العيب مش فيهم، العيب مش فيهم، العيب في العقيده. انا يا مسلم حزنت للاخت، والله لو كان هذا الكلام على مسيحيه لازالت مسيحيه يعني لاستنكرت ان يقولوا هذا الكلام عليها، فما بالك بمسلمه جديده. تعال نشوف الفيديو ده الاول لرحوم النصاب مع طريق الاخت اللي هو لازال مسيحي. مفيش صوت تقريبا يا استاذ محمد. لا الصوت واضح. الصوت واضح يا شباب؟ انا مش سامع عندي صوت. لا طب كده الصوت مفيش صوت؟ لا مفيش صوت. الصوت خالص؟ طب خالص كده برضه مفيش صوت. لسه. طيب مش مشكلة كده نجيب الفيديوهات الايه، خليني كده اجيب الفيديوهات اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي من الفيديوهات اللي عندي. عندنا في مصر بيتواصل مع اي واحدة بتنكر المسيح، لان هو الامن العام بيستخدمها كدائرة، عارف ان دي مكانها فين والاماكن بتاعت بني سويف دي فين. الامن الوطني، الامن الوطني، الامن الزفت الوطني ده. هم عارفين مكان الناس راحت فيها وعلى علمهم. وهم بياخدوا بيسلوا بيهم. سمعتم بيقول ايه اولا على الامن؟ تعال روح تعال سايبتني شركه الرصفه والبطاط اللي مش لاقي تطلع كل يوم ثلاث تيجي تروح الامن العام. احنا مش عايزين دوشه. طيب سمعتوا الان بيقول ايه على الامن وبيقول ايه على الاخت؟ بني سويف دي فين؟ عندنا في مصر بيتواصل مع اي واحده بتنكر المسيح، لان هو الامن العام بيستخدمها كداعره، عارف ان دي مكانها فين. سمعتم يا شباب؟ تفضلي يا اختنا تعليقي. هو موجود حاليا في مصر ودي رساله مني للامن. حضراتكم بتشتموا من انسان لا ليه مبدا ولا ليه كرامه ولا يعني. هو بيشتم الامن بيقول ان هو بيتواصل مع اي واحده تنكر المسيح وبيستخدمها للدعاره. يعني هو كده بيقول الامن الوطني اصلا منظمه للدعاره، فالمفروض الامن يتصرف معايا. على فكره هو قال التسجيل ده لما كان في السودان هارب من مصر بالولاد، قال الكلام ده اعتقادا منه ان هو مش هيرجع مصر تاني، فبدا يخبط بقى وراحوا لبسوا في الحيط خلاه يقول على الامن الوطني مش عارف ايه، لانه راحوا اصلا عشان في امريكا، فهو متهيأ له ان هو خلاص يعني خارج التغطيه محدش هيقدر يعمل معاه حاجه. انما انت يا غبي طالع بتشتم الاسلام في بلد اسلامي، طالع السودان بتشتم الاسلام في بلد اسلامي، يعني سبحان الله. لكن ربنا اشاء ان انت ترجع تاني لمصر علشان تتحاسب، وباذن الله هتتحاسب، اولا عشان خطأك في الاسلام، ثانيا عشان خطأك في الامن، ثالثا عشان خطأك فيا. حسبي الله ونعم الوكيل. فعلا نعم. نشوف بقى الفيديو اللي انا كنت عايز اجيبه ما عرفتش اجيبه بسبب الايه، بسبب بسم الله الرحمن الرحيم ما ظبطش معايا. نشوف ايضا بيقول ايه. لان هم اتلموا عليها هناك، قالوا هم كل ليلتين والليله الثالثه يمارس معاك جنس. انت طبعا دي الواحده اللي بتخرج من دينها بتترمى بتبقى زي الكلبه في الشارع. دي بجيت كلبة كل يوم والتاني. كل يوم والتاني انت معاك شيء. فاهم الناس. يعني بقطة مثلا هاد بقطة وقع عليها كشف طب وشوية مارست مع كم واحد لحد لوت كم جوز. قذر. شوفوا يا اخوة. قذر. شوفوا يا اخوة الكلام ده يبين لك. ما هو يبين لك ان شوف العيب. العيب مش بس عيب دين. مش عيب عيبه هو. العيب عيب دين. صحيح. في حاجة تانية.
في حاجة تانية مهمة قوي الجزء ده ان شاء الله هو الفيديو ده اللي انت كنت بعته لي اللي ان هم اتلموا عليه هناك قال هم كل ليلتين والليلة التالتة يمارس معك جنس. انت طبعا دي الواحدة اللي بتخرج من دينها بتترمى بتبقى زي الكلبة في الشارع دي بقيت كلبة كل يوم والتاني تلات عشاق اسمع كده اسمعوا كده يا جماعه كل واحد عايز النهارده كل واحد يعني بيقضي اه دي مراتك النهارده هو ديننا كده مش اول حاجه تحصل لك كده دي مراتك النهارده يعني انا ما رايت اقذر من هذا الشخص لو كان عنده ذره من الكرامه والرجوله استحي انت عندك تلات عيال من هذه المرأة اللي انت بتسوق وبتشوه سمعتها بالباطل ستة حسبي الله ونعم الوكيل هذا شخص خنزير اقل ما يقال فيه انه خنزير اقل ما يقال هل عنده دليل واحد بهذا الكلام الكذب الصراح لا يطلعه لو عنده دليل يطلعه لو عنده دليل يطلعه عايز اسأل سؤال الكلام ده ظهر لما انا اسلمت طب وانا مسيحية ما كنتش حضرتك عارف ايه الست اللي معاك احنا جوازنا استمر 24 سنة هل الكلام ده بس ظهر لما انا اسلمت وطب ماشي اوكي الكلام بقى الدليل بقى بتاعك على الكلام اللي انت بتقوله علشان على الاقل الناس تصدق طلع لي مع واحد حرامي تشوهه صورتي عشان انا اسلمت واخترت الاسلام اخترت رب واحد صحيح لم تستحي فافعل ما شئت شفتوا اخلاق ولاد دين المحبه يا شباب ايوه شفتوا اخلاق ولاد دين المحبه طب انا ايه رايكم يعني هي طالع هو طالع الان مع واحد مين واحد قذر اللي هو رحومه ده رحومه ده نصاب وقذر ان شتم المسلمات رحومه فعذره انه يعبد ابن رحاب عذر رحومه انه يعبد ابن رحاب انما طليقك باي وجه حق يعني يهيئ لنفسه انه يسبك بهذا الكلام وعارف انه في منك عيال العيال دي هتبقي انت في صورتهم وهم في صورتك زمايلهم في المدرسه يقولوا ايه لما يلاقوا راجل ناقص زي ده يتهمك بهذا الاتهام الباطل انا بناتي زعلوا مع محمد رحومه اتصل بيهم على الخاص وقال لهم عايز اسجل معاكم وتقولوا الكلام اللي قاله بابا بناتي رفضوا وقالوا له لا وامي مش كده عارف عمل ايه؟ نزل فيديو على قناته برضو يشتم في مريم وقول لها ما انت دايره زي امك. لا حول انا مش عارفه سبحان الله يعني. لا 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 ده تربيه رحمه والله تربيه قذره تربيه وسخه قوي. اخونا نور عارفه اخونا نور اكيد عارفه دخل يقول له انا عايز اعمل معاك مناظره ام سبب له الدين بامه وام شتمه شتيمه وسخه بامه والله وجبت الاسكرينه هنا قليل الادب يعني تربيه وسخه انا هنا عايز اوجه لرحومه رساله في الفيديو ده اسمع كده هيقول ايه دي يقعد معاك من اسبوع كده حالا ميزك ركزوا كده دي ترفيه حالا ميزك منه يسيبها ويمشي ترفيه للصلاعمه ترفيه للصلاعمه طيب هو بيقول ان احنا صلاعمه ايه عشان صلى الله عليه وسلم طب انا بقول لك لا ترفيه للخرفان يا سؤال ارعى خرافي انتم ما انتم الا مجموعه خراف صحيح ونص الكتاب لكن خلي بالك من الجزئيه دي ترفيه للصلاعمه ما ترمط لهم كده وشيوخ كل واحد يجحى شوية اسمعوا هي معاها تلات عشاق بصي مين اللي بيتكلم بصي مين اللي بيلقنه شايف التاس مش بيتكلم هو اللي بيلقنه والتاني يقول له معاها تلات عشاق ليه تلاتة هو سلوس يعني اشمعنى تلاتة ما قلتش ليه اربعة ولا خمسة يا راجل براحتك على وزن التلات عليها مثلا ده بيقول طب انت بدل ما تقول ما تخلي صاحب الشأن هو اللي يقول انت بتقول معاها تلات عشاق والتاني يقول لك معاها تلات عشاق الله يخرب بيوتكم ربنا ينتقم منكم انتوا الاثنين حسبي الله ونعم الوكيل كان فهو احد الفيديوهات اللي انت بعتها لاختنا بيقول فيه احد الفيديوهات اللي انت بعتها لي كان بيقول فيها اخوه للناس للمشاهدين ولجوزها اللي طليقها يعني بيقول اصلا انا كنت عارف الحاجات دي وانا في الاسلام وكنت التخصص ايوه يعني التخصص مساله العشاء فانا مش عارف يعني بعت امه كم مره يعني بصراحه رحومه بعت امه كم مره ولا كان شغال في الموضوع ده شكله كان قواد طيب
طيب ده الجزء الاول من اخلاق. معلش انا عايز اقول حاجه للاخوه لازم ينتبهوا اليها. رحومه مش انسان عادي مسيحي عادي، لا، المفروض انه مبشر وانه خادم لهذا الاله بهذه الطريقه وهذه الدرجه وهذه الافتراءات والكذب على اعراض المسلمات فقط لانهن رفضوا عباده المقتول ابن رحاب وعبدوا الاله الحي الذي لا يموت. اسالك بالله العظيم تجاوبيني على السؤال ده يا اختنا، هل عندما كنت مسيحيه كنت محتشمه اكثر من الان، ام الان احتشمتي اكثر مما كنت مسيحيه؟ دي إجابة واضحة جدا. الآن دلوقتي أنا محتشمة أكتر مما كنت عليه، الحمد لله رب العالمين، ربنا يثبتني والله على الإسلام. أنا مش فاهمة يعني سبحان الله، هم بيهاجموا واحدة كانت مثلا بتلبس بنصكم بقت بتلبس بكم، بقت دائرة، هم كده بقت دائرة بالنسبة لهم؟ سبحان الله سبحان الله. ما هي بيقولوا ايه، ملقوش في الورد عيب، قالوا يحمل الخدين، مش لاقين ما يهاجمون به المسلمات. ده غير ان هؤلاء الاقذار مش بس شتموا المسلمة اختنا نهى، ده شتموا كل المسلمات وشتموا الامن وشتموا كله، دول ما يتعاقبوش؟ بقى المسلمين اللي بيردوا على المتطاولين هم اللي يتعاقبوا، واللي عمين بيشتموا ليل نهار دول ما يتعاقبوش؟ ده عدل ده؟ ده عدل ده؟ طيب الاول يقول لك الاول يدخلوا يقول لك ايه يا اخ محمد، يقول لك دي مخطوفه خطفوها مش عارف ايه، قالوا مخطوفه، عملت قناه وطلعت قلت انا مش مخطوفه، انا رحت الاسلام بمحض ارادتي، درست سنه ونص وعرفت ان الاسلام صح ورحت للاسلام خلاص بقى خلاص. نيجي بقى الفقره الثانيه، لا دي راحت علشان الدعاره، ما انا كنت مخطوفه دلوقتي رحت عشان الدعارة، السيناريوهات موجودة يعني على طول، خابت دي ندخل على دي قول دعارة، طبعا كلنا متهمين بدعارة بوجه عام يعني، كلنا رحنا عشان رجالة وكلنا رحنا عشان، لا أنا رحت عشان ثلاث عشاق ثلاثة ثلاثة الأب والأب الثالوث بالتالوت. طيب تعال نشوف بقى من اخلاق معلش حاجه برضو انت بعتها لي، زي ما قلت لكم يا اخوه انا لما بستضيف شخص انا ما بمليش عليه زي ما بيعمل النصاب القذر الرحومه او غيره، انا ما بمليش عليه. الاخت هي اللي بعت لي الفيديوهات دي، حصل معلش يا جماعه الخير، هم جابوا منين قله الادب في اخلاقهم وهجومهم على المسلمين؟ عارفين ليه؟ لان عقيدتهم ودينهم وبيوت عبادتهم مليانه دعاره، فاتهموا المسلمات بما في اصل دينهم المخدرات وبما في بيوت ربهن. ده مين؟ ده وفي اسكندر احد رؤساء المنظمه القبطيه، اسمع بيقول ايه. مش عايز اقول لك انه في مخدرات بتتباع في الكنائس ولا دعاره في الكنائس، مش عايز اقول لك الفضايح دي. الكنائس هنا للأسف أمريكا بقت في منتهى الانحراف. تعالوا شوفي تعالوا شوفي لمؤاخذة المخدرات بتتباع في الكنائس، الدعارة في الكنائس، الدعارة في الكنائس، الدعارة في الكنائس، الدعارة في الكنائس، في الكنائس، الدعارة في الكنائس، الدعارة في الكنائس، الدعارة في الكنائس، الكنائس، الدعارة في الكنائس، الكنائس، الدعارة في الكنائس، السرقة وفلوس وتمويل وغسيل اموال مين ده يا فندم؟ انت عارفه يا اختنا ان ده احد ان ده رئيس منظمه قبطيه وفي اسكندر؟ اهو هو اللي بيقول اهو مش احنا والناشط، ودي قناه فضائيه طلع على قناه فضائيه يقولها سبحان الله يتلم بقى رحومه ويشوف الدعاره فين والسرقه فين. نعم يعني هو بيقولوا ايه، مش عايز حتى يقولها بينهم وبين نفسهم، الله سبحانه جل وعلا جعل ويطلع على قناه فضائيه، وبدل ما يخلي الفضيحه مثلا في الحي ولا في المنطقه ولا في المحافظه ولا في الدوله خلاها عالميه، خل الفضيحه طلعت عالميه للكره الارضيه. الدعاره فين؟ عرفتم ليه بيتهموا المسلمات؟ ليه كل إيه؟ إناء ينضح بما فيه، هم عندهم كده بيتهيأ لهم ان الناس كلها كده. ما جربوش النظافه يا استاذ محمد، ما يعرفوش يعني ايه نظافه سبحان الله. ما يعرفوش كمان الطهاره، ما يعرفوش الطهاره والنظافه والاخلاق الساميه،
هم ما يعرفوش يعني، بغض النظر عن رحومة، رحومة ده متمرد على الإسلام، هو طبيعته كده، هو إنسان ساقط بيدور على أي حاجة، ده عبد الدولار أصلا، هو سرق فلوس ولقى نفسه هيتحبس، فراح جري للأسيس الحقني أنا عايز أبقى مسيحي وخدني بره مصر الحقني المسلمين هيقتلوني، واسمه محمد كمان، يلا أجري، دي صفقة للكنيسة، اسمه محمد خدوه ومعفن، هم يستهلوه عن جدارة، الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم صحيح، الوزخ المناسب في المكان المناسب بالظبط كده. طيب الأخت بعتت أيضا فيديو آخر، الفيديو الثاني أهو. إلى جانب الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تحاول الكنيسة التستر على جرائم أخرى. كهنة في جميع أنحاء العالم يتحرشون جنسيا براهبات يخضعن لسلطتهم. أشبعت رغبة الأب ماري دومينيك الجنسية فمويا. أشبعت رغبة مين؟ شادي دي الأباء، هي دي الأباء. وقد حثني على ذلك عبر إيماءات وإشارات. المرأة المؤمنة الراهبة التي وهبت نفسها لله وتم استغلالها جنسيا في الكنيسة تعاني من جروح غائرة في كيانها تدفعها حتما للتشكيك في معتقدها. تضطر راهبات كثيرات ممن اغتصبهن قساوسة إلى ترك سلك الرهبنة عندما يحبل. يعطي الكهنة المال لرئيسات الراهبات، وهؤلاء يرسلن لهم الراهبات. هذه دعارة، هذه دعارة، هذه دعارة. التكرار الأخير ده الأخت اللي كررته. فضلي أختنا تعليقك على الفيديو ده. ده الدين اللي رحت له يا رحومة ويا أمثالك، كل من ترك الإسلام وراح للدين ده دين الدعارة. أنا بتكلم بقول دين الدعارة بناء على أسباب وبناء على أدلة، وإنتوا اللي بتقولوا مش إحنا، مش إحنا للأسف، الراهبات هم اللي بيقولوا، رجال الدين عندكم هم اللي بيقولوا إحنا نقل الفاتيكان. بابا الفاتيكان كمان أقر بذلك. نعم بالظبط، هو ده الدين اللي انت اخترته لنفسك يا رحومة يا حرامي. وده بقى من عندي انا، الاخت ما جابتهوش بس انا مش مشكلة، كنت لسه عامل فيه حلقة من فترة قريبة جدا وحيتكرر فيه برضو، ولكن خدوا ايضا الخبر ده يا شباب. منين الخبر ده؟ من باب من ابوهم بتاع الفاتيكان، صاحب رئيس أكبر طائفة مسيحية في العالم كله، على تلفزيون وعلى موقع وجريدة روسيا اليوم، أكبر جريدة روسية ناطقة بالعربي وخاضعة لسيطرة رخص روسيا الأرثوذكسية، خاضعة لسيطرة الكنيسة. بابا الفاتيكان يكشف عن تعرض راهبات للاغتصاب على يد كهنة وأساقفة. يبقى عرفتوا الدين ايه، اي دين اللي بيحرض على الدعارة. اتفضلي يا اختي. اجيب اعرض الفيديو اللي بعده ولا فضل. عندك تعليق الان؟ اتفضل. طيب الفيديو اللي بعده طليقك جيت بعد كده وقعت في البدلون من دكتور محمد الحمار، فلت مع دكتور محمد الحمار، فقلت تعالى اعمل حلقة معايا. وانت عايز ايه يا اختنا؟ اصطادوا محمد رحومة علشان مراته اسلمت، فاصطادوا، قال له تعالى صور معايا فيديو. هو بيقول كده؟ هو انا مش سامع كويس الصوت من عند الاخت، هو او الصوت من عند وهو بيسجل. هو بيقول محمد رحومة تواصل معايا في الفيديو ده، الاول بيعرف نفسه بيقول انا زفت 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 جوز فلانة، متجوزها من كام سنة، ومحمد رحومة تواصل معايا قال لي سجل الكلام ده ووعدني بفلوس، وبعد كده ما ادانيش الفلوس، وبعد كده قال لي سجل تاني، فقال له لا انا ما خدتش حساب الحلقة اللي فاتت، فقال له اديني حساب الحلقة اللي فاتت واسجل معاك الحلقة الثانية.
لما سروا عايز والله عبيد دولار عبيد فلوس يخرب معفنين قوي. ايه هو اللي الحلقة ومش الحلقة وفلوس المفروض ان انت طالع تعرض مشكلتك بتاخد اجر على انك بتسيء لعرضك صدق معفن. ايوه لا 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 ما خبيث ده مش الخبث ده مش بس من الشخص حرضه على ذلك عقيدته يعني سبحان الله ايه ده بالظبط ايه ده والله انا بقول لكم انا شفت الحلقه او الجزء وهو بيتكلم على الاخت كده قلت يعني ده لو انسان عنده ذره من الكرامه مستحيل يقول الكلام ده عشان خاطر عياله على الاقل يعني عنده عيال سيشوه صوره امهم امامهم وتبقى يعني عار ده بالنسبه لهم هيبقى عار ده كده كده بس بنات صحيح. عارفين الحقيقه وعارفين حقيقه ابوهم وعارفين انه خزر يعني بناتي انا مربيهم كويس وعارفين ان امهم مش كده بناتي ما شاء الله كبار مش صغيرين فهم نعم. مدركين ان ابوهم ده بيجري ورا الفلوس علشان كده طلع صور مع رحومه هم شايفين برضه ما ادالوش فلوس رحومه ضحك عليه ما هيقول لك في تسجيل من اللي انا بعته لك استاذ محمد بيقول له مش عارفه ايه فعمل له بلوك ريح دماغه ايوه هيتعب نفسه بس فضحك عليه عمل نفس الحركه دي مع الواد اللي اسمه علاء العدل علاء العدل برضه كان اصطاد رحمه وطلعه معاه وقال له انا هديك فلوس وهعمل بس الف لي اختراعات وقصص ان 2000 ناس تنصروا والف والوعي فعلا الواد طلع وقعد يكذب قدام الناس ويقول له ده عارف الفنانه الفلانيه يقول له دي اتنصرت طب عارف الفنانه يقول له طب دي اتنصرت يقول له الفلانه وهكذا عمل له بتاع 20 30 حاجه وبعد كده جاله في الخاص يقول له مش هتبعت لي فلوس بقى قال له يلا العب بعيد يلا وقام عامل له بلوك دي اللعبه بتاعته قام طلع علاء العدل معايا انا وفضح كل حاجه قال على كل حاجه والله احسن هم ما يستحقوش غير فضيحتهم فعلا والله نعم نسمع بقى فضحت يعني هو كان جوزك الان بقى ركزوا يا جماعه في التسجيل ان هو فعلا تسجيل مهم جدا لكن الصوت ملغوش من عند هو سجله كده الاخت نفسه بيفضح رحومه انه ما ادالوش فلوس عند حلقة معايا كنت عايز زي بتاني كل شيء هنا بسيبانه دلوقتي تعالى هنا وانا طبعا محاج يساعدني عشان اسافر اطلع بالعلم من مصر اللي كده اخو محمد هو ما ساعدنيش البتة ولا مد ايد المساعدة هي خلا بتاتا ما ساعدوش ولا مصر انا كل ما ساعدوش البتة فتح اللايف وبيقول ساعده عم خيري لموا فلوس لعم خيري يا حرام مش لايب وقرب يشحت عليه وقرب يربط عينه كده ويشحت وفي الاخر ما هو فعلا بيشحت عليه بيشحت وفي الاخر اللي انت بتشحت عليه طلع وقال ما ساعدنيش البتة طب في ايه اكتر من كده تاني يا مسيحيين يا غلابة اللي بتبعتوا فلوس لرحومة عشان يساعد الحالات دي في ايه الله. اكتر من كده تاني للدرجة دي انتوا مغفلين للدرجة دي انتوا بتبعتوا فلوس لواحد ما بيديش الفلوس اللي استحقها سبحان الله يا بس مجرد انه بيشتم الاسلام يبقى كويس جدا ايوه اهم حاجة ده. عندهم اللي بيشتم الاسلام ده اشوف اخواننا عمل رحومة فتح حلقة بتاع ساعة ونص عمال كل شويه يقول ساعدوا الراجل ابعتوا للراجل مش عارف مين في الاخر طلع يقول ما ساعدنيش لم الغله وهرب وقال له خير ده يلا يلا من هنا بعد ما لم الغل عمل له بلوك الله المسلم. يا شمادة محمد نظيف والاخت نهى فيكم يا شمادة محمد نظيف ده انا شمدانه فيه فعلا والله يستاهل عشان يطلع يشتم في مامة بناته سبحان الله ويرد بحقيقه ولا بدليل طب طلع دليل طب ورينا كده شطارتك وطلع دليل وريني الست دي كانت وحشه ازاي يقول له ايه وهي في نفس التسجيل ده في الفيديو الاساسي بقى يقول له هي كانت عامله ازاي وهي مسيحيه نسي لقنه المفروض يشتم بقى ويقول كانت وحشه ولا سلوكها وحش قال له كانت كويسه ونعمه ربنا على وشها لما بقت مسلمه بقت وحشه والشياطين بقت تنطط في وشها سبحان الله من النقيض للنقيض طب مش كنت تظبطوا مع بعض الحلقه اقول له لما اسالك كده قلتي كانت وحشه كانت مش عارفه لا كانت كويسه جدا وهي مسيحيه هي يعني المفروض كانت مؤمنه المفروض دقت الايمان المسيحي بقى ملتزمه اخلاقيا زي ما انت طالع ايوه بس ملحق لا 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 هو كده ما ظبطهاش يبقى احنا كده يبقى يا جماعه الخير بناخد احنا كده يبقى بناخد ايه افضل من عندهم انت شوف حتى بدون ما يقصد قالها
يعني بدون ما يقصد. يبقى احنا كده صدق الخبر القائل نأخذ أفضل من عندهم ويأخذون السفلة كرحوم النصاب الحرامي ولا كالشمام الخمرجي سعير أبو ديفيد. سبحان الله. طيب نكمل الفيديو لأن الفيديو ده مهم. نكمل الفيديو ده. موجودة دكتور محتاجين كذا كذا كان يناقض عمل لنا بلوك. احنا مش عملت معانا الفيديو عمل له بلوك كان يناقض عمل لنا بلوك. احنا مش عملت معانا الفيديو قلت له انا محتاج فلوس اديك فلوس عايز اسيبك وشرب اديك مصاريف اكل وشرب. شفت منه مصاريف اكل وشرب ولا عم ساعد عملت الفيديو ولا شفت منه حاجه. قلت له عايزين نلم العم خير عايزين نساعد عم خير. هل شفتش منه اي حاجه؟ سامع بيقول ايه؟ بقى ما شفتش منه ولا اكل ولا عايزين نلم العم خيري عايزين نساعد عم خيري وفي الاخر عمل لي بلوك. امال انت فاكر ايه يا غبي؟ انت فاكر ايه؟ انت فاكر ان انت هتضحك على رحومه؟ رحومه جايبك كده اراجوز يلم عليك فلوس. خد الغله ومشي على راي ما بيقول. سبحان نعم. الله. انا في حاجه انتبهت اليها اقسم بالله العظيم لحسن حد يقول ايه زي ما بيعمل عم خيري. ايوه اللي عمل رحومه مع عمه خيري هنعمل ما المسلمين هنا بيعملوا. اقسم بالله العظيم الحلقه دي لنا خدت من الاخت ولا اديت الاخت ولا بنقول نم تبرعات للاخت. حصل يا اختنا؟ لا 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 ما عندناش احنا الكلام ده. احنا كمسلمين ما عندناش الكلام ده. ما عندناش. انا نفسي اللي مجهزه الحلقه وبعت رواد لحضرتك. صح. حصل حصل اقسم بالله لا فاتحين الحلقه اصلا علشان نلم فلوس على قفاهم ولا نلم فلوس لمهاجمه مسيحيه ولا نلم فلوس لمش عارف. لا لا والله احنا غيرهم. احنا مش عبيد دولار. احنا مش عبيد سبوبه. احنا مش عبيد مصلحه. اتفضلي يا اختنا. بيقول لك ضحك عليه وخد في الغله ورمى عمه خيري في السودان. والله فرحان فيه قوي قوي. وانا جيت انا شفتش منه اي حاجه ده انت كنت سابنا كده في مهدري ولا غير ولا سافر بره ولا عمل اي حاجه عباره عن واحد طلع يعني معلش يعني هو الله يسامحه يعني كان المفروض كان يقول انا مش هعمل معاك كده ولا لا انت عايز مثلا قلت له انا معايا اربع فرش كله بنفسي يعني مسؤول فرحي بالسجاير والمصاريف الاكل والشرب شديده وانا مش عارف الشرب. انا مش عارف الشرب ولا في السجاير واكل يعني اجيب لهم بكام يا باشا؟ وده السودان هو اصلا فقري خيري ده فقري. بقول لك هو راح من هنا. حصل يا اختنا راح من هنا تاني يوم الحرب ايه؟ سبحان الله. حضرتك مش واخد بالك لحاجه. هو كان في السودان وعد وقال له سجل معايا التسجيل ده وبعد كده هعمل لك لجوء لبلد تانية. ايوه فلما فكان عمال في الحلقه يلالي وشوفوا لنا بلد نظيفه غير السودان. طب انت ما طلعت ليه السودان من الاول؟ لما انت عايز بلد نظيفه ما تطلعه البلد النظيفه دي على طول ولا انت حاطه تلم عليه وبعد كده؟ هو بيلم. ما انت مش واخده بالك بيلم عليه. هو بيلم. ما هو والله رحومه دي مش اول مره يا مشاهدين من المسلمين وغير المسلمين. رحومه ما هو الا نصاب شحات على قفا اللي بيستضيفهم. مش هو كل ما يطلع حد يطلعه ويقول له انا هشحت عليك بالمعنى يعني انا ما هشحت بيقولوش كده. لا لا ما بيقولوش كده. بيقولوا انا هلملك. هشحت عليك دي معناها اني هاخد الفلوس انا. لا هلملك هديك. هيلملك يوعده بقى ويعلي سقف الطموح عنده. وبعد كده بعد ما يلم الغله بقى لا يديله ملاليم كده لا اما خلاص بيعمل له بلوك وخلاص على كده زي المغفل. بياخد هو الغله رحومه ويقوم جاي ايه مبلك صاحب المصلحه خلاص ملوش لازمه عنده. نفس اللي عمله مع علاء العدل بالضبط. طب انا رساله لاسمه ايه طليق اسمه خيري 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 اكلمنا على الفيسبوك يا خيري اكيد حسابي عندك وانت عارفه. بكلمنا على الفيسبوك انا هعمل معاك حلقه هنفضح فيها رحومه عشان يجيب يلم لك الغله بتاعتك اللي اتسحبت دي نشوف لك حل. بس انا ما بوعدكش بحاجه اهو قدام الناس مباشر. انا ما بوعدكش بحاجه يا خيري الا انك تفضح رحومه اللي سرق منك الغله. شويه نصابين حراميه في بعض الله يفضحهم ويزيدهم فضايح. نكمل الفيديو ده عشان مهم.
مفيش بطل شيء الاقتصاد بتاعها واجع، يعني الناس بتكتب الاكل وبعضيها في الشوارع وبتكتب المنايا، غير التهديدات اللي بيجينا هنا في السودان واحنا قاعدين على يعني على خطف العيال. مين اللي بيهدده الكذاب ده؟ تهديدات بتجيله على خطف العيال، ان ما حد عارف الولاد فين اصلا عشان نعرف نخطفهم. والله العظيم لو اعرف مكانهم كنت خطفتهم فعلا. يعني هو بس انا ما اعرفش مكانهم. يعني هو اصلا رايح السودان بيقول لك البلد بيخطفوا الاكل من بعض. ايوه وبيخطفوا، يعني رايح في اخر الدنيا وجاي له تهديد بخطف العيال في السودان. مين هو بيقصد ان انا اللي بهدده ان انا اخطف العيال؟ هو بيقصد ان انا، هو فاهم الكنيسه انه انا بطارده وان انا مش عارف ايه؟ فلا لا احمونا الشيوخ مسنداها ومش عارف حاجه. أيوة انا أيوة. انا معايا الحكم اصلا ومش عارف انفذه. يعني انت عايزه تقولي ان الاف بي اي والسي اي اي والام 6 بتاعه المخابرات البريطانيه مش مسندكي، مش واقفه وراك عشان تخطفي العيال؟ والله ما في غير واحد بس اللي مساندني وبالعالم ده كله، ربنا. الحمد لله رب العالمين ونعم بالله. اسال الله ان يكون معك دوما. فيديو بقى مهم جدا لاخلاق ولاد دين المحبه. انت عايزين اعرضه كله؟ اعرضه، اعرض جزئية منه. الفيديو اللي انت بعته لي واضح كتير انك اريان الكتاب المقدس، بس شكلك وحدة واضح. دي تبعت مين يا شباب؟ دي تبعت مين يا وقتنا؟ ماجي. ماجي خزام. اي دي بنت الام الطاهرة المطهرة ماجي خراء. واضح كتير انك اريان الكتاب المقدس، بس شكلك وحدة واطية وسافلة ومنحطة. لو اصلا بتحترمي حالك كنتي لما تروحي على الاسلام ما بتحكي على دين اهلك، دين ابوك وامك يا ساقطة يا واطية يا منحرفة انت. ما هو الطريقة دي واللسان ده معروف، ده لسان مين؟ هي دي تربية ماجي. هي بالضبط تربية ماجي. اكمل ولا كفاية كده؟ لا لا كمل عادي كمل. طيب نكمل. فهماني؟ بعدين على فكرة نحن إذا صرنا يوم من الأيام قررنا نغير ديننا ونغير عن المسيح، إذا صار يعني، مع أنه ما يمكن يصير، صدقيني رح نروح نعبد بوذا ونتبع بوذا. والله لا 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 لا، أنا ما أعرفش هي قالت بوذا وسكت، لأن لسه أول مرة أسمع الفيديو ده معاك يا هو. قالت نعبد بوذا بس ولا قالت ونعبد البقر؟ ولا قالت بوزة؟ ما هي ما تعرفش ان هي بتتبع حاجة زي بوزة برضو، هي بتتبع بالتمثال برضو. اسمه تمثال المسيح. كلهم درب واحد. انا كان نفسي تغيظك وتقوم قايلالك كده، احنا لو حتى تركوا المسيحية حيروحوا يعبدوا خروف، عشان كنا نكسفها ونقول لها ما انت بتعبدي خروف. ما انت بتعبدي خروف. بتهددها. قال يعني ايه؟ لا لا واخد بالك، بتهددك، بتقول لك احنا لو ترك لو يعني أيوة هنروح نعبد مش عارف مين ولا يعني ولا نخش الاسلام. لا لا حوش يالا حوش يالا بابا، بنقول لكم تعالوا احسن حوش يالا، مش محتاجين، ولله الحمد والمنه، ناخذ افضل من عندكم وتاخذون السفله. رح نروح نعبد بوذا، صدقيني رح نروح نعبد بوذا اي ونتبع بوذا، ولا نتبع نبيك الكذاب. شفتي قلة الأدب يلي وصفه المسيح بالكاذب؟ ده بولس الكذاب الكاذب. خليك مبسوطة. ها بولس الكاذب، شفت ولاد الكلب لما بيجوا يخشوا الخاص، شايف لما بيخشوا الخاص وساخة فجرة والأنجس من النجاسة لما يجوا يتكلموا رديت عليها كله. رديت عليها في القناة عندي، شايف رديت الحق. عليها كل كلمة قالتها رديت عليها وبالحجة ومن كتابها ومن كتابها. شايفين الحقد على رسولنا من اولاد رحاب الزانية؟ هتغلط في الرسول تاني ولا كده خلاص؟ كتير منيح. ثلاثة يقطعون الصلاة، المرأة والكلب والحمار. شبنا
نحن متمنين للمسلمين الإسلام ياخذ كل الزبالة اللي عن برضو. لا لا كده هي هتقعد تغلط في الإسلام صح؟ كل كلامها كده، بس أنا رديت عليها برضو. شايفين يا شباب، بقول لك قلبهم بيضخ كره على الرسول، والله والرسول هو الذي أنقذه من ظلم الرومان. تفضل يا أختنا، تعليقك على الفيديو ده إيه من أولاد الحرام؟ أنا أصلاً الفيديو ده أنا هو تسجيل صوتي، أنا وأنا بتصفح لقيت طلب مراسلة ففتحت لقيت القذارة دي. طبعاً أنا انفعلت جداً بس قلت لازم أرد عليها، وفعلاً عملت فيديو رديت عليها. بعد كده في الفقرة الجاية بتتهمنا إن الإسلام شبه المرأة بإن هي نجسة وإن هي كلب وحمار ومش عارف إيه، فردت لها كل الحاجات اللي هي قالتها دي وطلعتها لها في كتابها هي. سبحان الله، يعني تخيل هي بتفضل عبادة بوزة عن عبادة الله الواحد، بوزة اللي هو تمثال. طب ما انت مش هتفرق كتير، حتى انا عبدت بوزة، حتى انا عبدت بقرة، البقرة من الخروف عادي، الاثنين حيوانات والاثنين بيحلبوا لبن، ما فيش اي مشاكل يعني عادي. فسبحان الله، ربنا يهديهم او ربنا ياخدهم ايهم اصلح يعني. نعم. في فيديو تاني انت بعتاه فيه تقريبا رسائل كتابة او حاجة زي كده. ده كتاب فيه صوت ولا كتابة فقط؟ فيه فويس واحد. فيه فويس. ديا هو كان وعدني انه يساعدني ويبعت لي فلوس، وقلت له انا يعني الكنيسه هنا بتساعدني وجاب لي سكن ب 45,000، وقلت له انا مش لاقي اكل العيال، هو ما بعتليش اي حاجه خالص، قال لي بعد الحلقه حوالها هتجيلك، ولا في حوالها جت ولا في اي حاجه شفتها منه تاني. اقول كل يوم بلغ، بعد راح هو عمل لي بلوك. عمل بلوك على الماسنجر، عشان ما بعد طلب مني اطلع معاه تاني الفيديو تاني، قلت له مش هطلع في الفيديو تاني، انا ما خدتش حساب الحلقه الفيديو اللي انت عملته، انا عايز اكل العيال، انا غاوي اطلع على النت، انا عايز اكل العيال، انا عايز الناس تعرفني واكل العيال، اجيب لهم اكل عيال عيش حتى ما فيش. ولكن هو برضه اصر انه ما فيش اي حاجه، عباره عن اي حد بعت له اي حاجه ياخدها وما يرضاش يدينا اي حاجه، ما فيش حاجه وصلت. شفت يا اخوة، ادي ده افضل من عندهم وافضل ما عندهم. يقعدوا يشحطوا على بعض ويقعدوا بعد في الاخر خلص يسرقوا من بعض، ما هو بيسرقوا من بعض، ما هو كده راح هما سرق فلوس الرجل. واللي هما ايه المسيحيين بقى اللي بيتبرعوا الرحومة، على اي اساس انتوا بتتبرعوا الواحد بياخدوا الفلوس ويحطها في حسابه في رصيده في البنك؟ على اي اساس؟ مش بتوصل للحالات، ان كانت الحالات دي بتستاهل يعني، ولو انها ما تستاهلش. رحومه حرامي ومش هيبطل سرقه، زي ما كان حرامي في الاسلام وساب الاسلام عشان الاسلام مش عايزه، بيكمل مسيره السرقه وهو مسيحي. ولا مسيحي ولا مسلم ولا يهودي، رحومه دينه هو الدولار، هو الدولار. رحومه ما يعرفش دين، مستعد يروح للي يدفع له. رحومه لو قالوا له اعبد بقره وخد 1000 دولار هيقول لهم سمعا وطاعه، ما عندوش اي مشكله. رحومه انا ما شفتلوش فيديو واحد من فيديوهاته بيتكلم عن المسيح ولا بيتكلم عن المسيحيه، بس دايما بيبدا حلقاته بصوته اللي عامل زي صوت الحمار ده، عامل نفسه ان هو بيرنم، وهو اساسا الصوت في ودنه، هو مش حافظ. شوف بقاله كام وعشرين سنه ما حفظش ترنيمه، ليه؟ لانه مش مقتنع بالمسيحيه. مش هنضحك على بعض، هو مش مسيحي، هو راح عشان يهرب من الحكم، وبالمره لم شويه فلوس. ما دول مغفلين، دول مغفلين ويستحقوا ان هم يسرقوا. بعد كل الادله اللي بنطلعها دي والتسجيلات اللي بنطلعها دي من لسان الشخص نفسه وتتبرعوا له تاني، ملهاش غير تفسير واحد، ان انتم مغفلين، مغفلين يا اللي بتتبرعوا له، بس كده. وبيحبوا كده يا اختنا، هم مغفلين وبيحبوا اللي يستغفلهم. خلاص يشربوا بقى براحتهم. يعني هم بيحبوا اللي يستغفلهم. احنا عن نفسنا ما فيش حاجة ناقصة عندنا، اشتموا للصبح. المسلمين عارفين مين هو السيد، على فكرة في ناس كتير مسيحيين استنكروا اللي هو بيقوله، يعني طلعوا احنا عرفنا هي ليه سابتك. شوف سبحان الله، يعني هو اخلاق وعين، هو اللي كشف نفسه، يعني هو اللي بين ان انت فظ،
إنسان يعني مش كويس. يعني أنا رحت أنا قبل ما أسلم بأسبوع قلت له تعال نشوف الإسلام ده في إيه، أنت عايزة تعبد محمد، أنت مش عارفة إيه، وزعقلي وخرب الدنيا معي. اضطريت إن أنا طبعا أهدي الحال، قلت له لا 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 ده أنا بهزر، محمد إيه بس وإسلام إيه. بديت أنا بقى أعمل مع نفسي في صمت، لقيت إن هو حجر صوان صح ختم الله على قلوبه، ده مش من النوع اللي هو يتناقش أو عايز يعرف إحنا بنعبد إيه، طب نروح للدين الأنضف، ما عندوش حاجة زي كده. فخلاص سبتيني منه بقى وكملت مسيرة البحث النفسي وأسلمت لحالي الحمد لله. أسأل الله أن يبارك فيك يا رب العالمين وأن يحفظك. الحمد لله. طيب أختنا عندك حاجة تانية عرضها ولا اكتفيتي كده؟ لا هو تمام كده. هو حضرتك لو تحب تفتح مداخلات ما فيش مشكلة. نفتح مداخلات. طيب يا شباب أدي رابط المداخلات لو حد عنده مداخلة في الموضوع، الله يبارك فيكم، يتفضل للمداخلة. الناس المستغربة بقى، الناس اللي بيقولوا ايه اللي عايشة معانا في الشرق الاوسط وتقول لك معقولة هي اخلاقهم تبقى كده، ده اخلاقهم اقذر من كده، اخلاقهم اوسخ من كده، لكن بيظهروا فقط هم عايزين يجملوا الصورة، يعني صورتهم قدام المسلمين، لكن هم في الاصل العيب عندهم في العقيدة. امتى يظهر منه الوجه الخبيث او الوجه الصحيح له؟ لما يخرج بره. اول ما يخرج بره. انا ظني ان خيري طليقك ده ما كانش يقدر يغلط في المسلمات كده لو هو قاعد في مصر خالص، ولا ظهر على الميديا ولا ظهر في اي حتة. هو لما بس ما غلطش لما راح السودان يعني حتى بلد اسلامي. طب يا غبي شوف بلد اوروبي، ولا بانك هتتجاب برضو من افاك، يعني انت في بلد اسلامي بتشتم الاسلام، فده منتهى الغباء منه. لا بس ظني هو راح السودان، ما هو السودان مقسومه نصين، نص مسيحيين ونص المسلمين. راح الشمال مش الجنوب. كان في الشمال في وسط المسلمين نفسهم. ان شاء الله ربنا ييسر ويقابله هناك، ويقابلوا متابع القناة هنا زول كده قوي. ما هو رجع قعدوا على الخريب. ما هو رجع حاليا في مصر. حاليا في مصر. وبنشد الامن الوطني ان هو يقبض عليه. لا تسمحي لي بقى كده ان ناخد الفيديو اللي انت بعته لي ده عشان اعرضه على القناة والصفحة، واقول ان الشخص ده بيشتم المسلمات ويقول عليهم كذا. لا وبيشتم الامن الوطني كمان. عرضه علشان هم يشوفوا حقيقة الناس دي ايه، الناس اللي بيحموها ايه. نعم صحيح. طيب أسأل الله أن يبارك فيكم. ما فيش حد من الإخوة عنده مداخلة أو عنده أي سؤال للأخت، فأسأل الله. أنا نزلت رابط المداخلات أهو. تمام. فما حدش طلع. أسأل الله أن يبارك فيك أختنا ويرضى عليك يا رب العالمين. أنت كان عندك حاجة بعتلي في الخص الرسالة. اللهم صل على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. لحظة، انت كنت بعتي السؤال او الموضوع، كنت كتبت سؤال ايه هو؟ مش فاكرة. كيف يخضع اظن المنصرين؟ افتكر كنت كاتبة السؤال كيف يتم او كيف يخضع المنصرين. ايوه اهو. ما هي اساليب المنصرين في مواجهة المسلمين الجدد؟ ايوه هم دايما بيدخلوا، ما انا قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، هم ليهم اسلوبين، اسلوب الناس المعروفه اللي هو زي رشيد ورحومه والناس الزباله دي كلها، ودول طبعا بيكونوا خارجين بره مصر. الناس الثانيه بقى اللي بتبقى جوه مصر اللي هي متستره بقى وتدخل في الجروبات. ايوه صحيح. من خلال البث ده انا بحذر الاخوه المسلمين الشباب ان في حمله ممنهجه من الكنيسه للدس بالبنات اللي هم المسيحيات النصرانيات، والتمثيل بقى دور الحب والكلام الفاضي ده علشان يوقعوا اخواتنا وابنائنا المسلمين في حبالهم. فخدوا بالكم من المكيدة دي بتبقى مكيدة من الشيطان. وكذلك على العكس البنات المسلمات الولاد المسيحيين بيرسموا عليهم الحب والكلام ده، علشان في النهاية الاثنين بيصبوا في محطة التنصير. أساليب قذرة، أساليب ملتوية بيلتجوا ليها. سايبين بناتهم
لأي شباب ولأي حد بمقابل إن هم إيه يمثلوا عليهم قصة حب ويتنصروا. وكذلك البنات المسلمات المفروض ما نكلمش أي حد على الخاص غير اللي نعرفه في الحدود، ما ينفعش نكلم أي ولد أو أي حد أيا كان ما نعرفهوش. يعني ده نداء من أم ليكم، خدوا بالكم علشان الشيطان ليه حيل كتير، وربنا يعافينا إن شاء الله يحفظنا منهم يا رب. آمين يا رب العالمين. الأسلوب ده إن دل فإنما يدل على إفلاس العقيدة. مش عندنا احنا كمسلمين، حتى تلاحظ ان عمرك شفت مسلم سوي تقي يقول لمسلمات مثلا اعملوا زي ما بيعمل عيال زكريا بطرس، البنات تعمل مش عارف ايه عشان تضحك على مسيحيين؟ ولا استنوا لحظة قبل ما اجيب الجزئية دي، انا كم مرة اقول لكم بالله عليكم والناس تجاوب بكل امانة وكل صدق في التعليقات، انا كم مرة اقول اي مسيحي يدخل الاسلام جبرا او لشهوة ما او لمال ما يخشش احسن، لان احنا فقراء ما عندناش، ولو خشت لبنت ولا بسبب بنت فانت مبطن الكفر مظهر الايمان، انت مش مسلم اصلا. انا كم مرة اقول الكلام ده في التعليقات يا اخوة؟ اسلامه غير مقبول، اسلامه غير مقبول. نعم. لان الايمان موطنه القلب، يعني الايمان في القلب. يعني انا لو كنت مثلا رجل، انا لو كنت رجل وعايز اسلم، انا ممكن اسلم في بيتي واقعد مع زوجاتي المسيحيه واولادي، مش هتحرك من مكاني ومحدش هيلاحظ عليا ان انا اسلمت. انما علشان انا ست فلازم اطلع بره البيت، لان الزوج اللي معايا ده ما يحلليش دلوقتي وما ينفعش يشوفني في البيت. فعلشان كده احنا كستات لما بنأسلم بنسيب البيت، انما الرجالة ممكن يكملوا في بيتهم وممكن يطلعوا، بس بيمارسوا حياتهم عادي ويشتغلوا عادي في نفس شغلهم، ولا بيفرض عليهم حجاب ولا زي اسلامي ولا اي حاجة. نعم. شفتوا يا اخوة لما سألت السؤال شوف انا لما سألت السؤال عشان تعرف الفرق بين المسلمين وغير المسلمين. احنا اصلا في المسلمين ما بنقولش اصلا للبنت ان هي تكلم مسيحي مهما كان في الخاص اصلا ولا في العام. البنت تكلم البنات، المسلمات تدعو المسلمات، او لو مسلمة عايزة تدعو مسيحية وتتأكد ان هي مسيحية من صوتها او مكالمة، تتأكد انها بنت بس. ايوه بس بنت مع بنت. كذلك الاخ مع اخ، مش او الاخ مع مسيحي، مش الاخ مع اخت. ايه رايكم؟ انا جالي كذا حوار لكذا مسيحيه في الخاص، او لا بصراحه يا تحاوريني عام يا ما تحاورنيش، صحيح، لان انا عارف الرغي الكتير بتاعهم ده بيخشوا في مواضيع تانية. لا يبقى تيجي لما تيجي عايز حوار تعالي على العام على طول. انا لما قلت للاخوه كم مره اقول للنصارى لو دخل الاسلام عشان فلوس ولا عشان بنت ما تخشش احسن، يا تدخل للاسلام لله يا ما تدخلش، كتير كتير قلت كتير كتير كتير. ليه؟ هو ده ديننا دين كده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مش لبنت ولا مش لمال ولا ولا ولا. مفلسين العقيدة فيطلقوا بناتهم على المسلمين الإيه عشان يجيبوهم للإسلام. وشوفي أختنا، طب لما الواحدة من دول بنت زكريا بطرس، لما بنت زكريا بطرس تدخل عشان تقنع مسلم قال ايه بالمسيحية، فإذ به المسلم هو اللي يقنعها. عارفين هيقولوا ايه؟ هيقول لك بصوا بياخدوا بناتنا عن طريق الحب، اذا كان البنت هي اللي دخلها له، البنت دخلت تنصره الواد اقنعها بالاسلام. هي مش بتدخل عشان تقنعه بالدين يا استاذ محمد، هي بتدخل الاول بتمثل الحب، فهي كده يعني ايه حصل بينهم علاقة، فهي كده عايز تتجوزني خلاص اتنصر. فاهم؟ هي بتمسكه من ايد الوجعية، انما مش بتدخل. هي لو قالت له انا داخل اقنعك بالدين ممكن يرفض من البداية. فشايف الاسلوب الملتوي بيبدأوا بايه؟ يبدأوا ان هو بيعلقوا الولد بيها، وبعد كده خلاص كده الولد بقى عجينة سهلة في ايديهم، من السهل ان انت تتنصر علشان تتجوز دي. اسلوب شياطين، اسلوب ابال ساقط، اسلوب ساقط، ده اسلوب ساقط. لحمهم عادي وعرضهم عادي وايه ده؟ والله اختنا انت اول ما قلتي اول ما ابتدأتي كلامك ابتدأتي بتقولي عايز اوجه نداء من خلال اللقاء ده، فانت فكرتيني بالنداء ده. اي مسلمة مؤمنة بالله محترمة لها ولأبيها، مهما دخل لها ولد مسيحي يقول لها انا عندي اسئلة انا هاستم على ايدك في الخلط،
اقفل معاه وتعمل له بلوك مباشرة بالظبط. وحتى لو بنت برضو تاخد بالها عشان في برامج ممكن يكون ولد في برامج بتغير الأصوات صح، في برامج يا بناتي بتغير الأصوات فخدوا بالكم. الإبليس خططه كتير وعنده بدائل كتير، فانت على ايه الباب اللي يجيلك منه الرياح يقفله واستريح. وابعتي له رابط محمد نصيف، هاتي له كده رابط الصفحه وقول له خد حاور ده طالما انت حلو كده. بالظبط كده، انا عندي اخويا محمد نصيف ادخل اتناقش معايا وانا هاخده على الله وعلى صليب الحقيقه. بالظبط كده. بس الله ان يبارك فيك. طيب اتفضل يا مصطفى، فك المايك الميت عن نفسك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك اخ محمد؟ ازيك اخ محمد؟ الله يحفظكم ويبارك. انا كان ليا طلب بس من حضراتكم ان احنا نركز على الشبهات اللي بيتعلموها من صغرهم ونبين لهم الحقيقه. يعني مثلا يقال ان هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب النساء، طيب ايه المشكله؟ هتجوز نساء وكان يحب ربنا برضه. عندكم في من الانبياء اتجوز 1000 امراه، ايه المشكله؟ يعني ايه اللي مش مقبول في العهد القديم وما وجاي بيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا اخونا مصطفى، الاول خالص بس حلقه طيب. النهارده ملهاش علاقه باللي انت بتقوله ده، الشبهات وفتح باب شبهات والرد على الشبهات ده موضوع تاني، بقى كل حلقه كده ليها ايه ليها موضوع. لكن حلقه النهارده الاخت بتتكلم على كيف تعامل مع أولاد دين المحبة وأخلاقهم مع المسلمين وأين أحب أعداءكم. أما مسألة حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني زوجاته، يعني أنت عايز واحد يكره مراته؟ ما لازم لا يحب مراته يعني. فخليك في موضوعنا والمداخلة في موضوعنا، بارك الله فيك. حاضر حاضر. أنا لا أقصد أن الفيديوهات بتاعتكم فرد الشبهات هي اللي بتألمهم وبتسبب لهم مشاكل وبيبتدي بقى يشخصن الموضوع، فانت تبقى عايز تعمل فيديو ترد على مصطفى. لا انسى مصطفى، شوف مصطفى عرض ايه الفكرة وبدون حتى ما تذكر اسمه، والله الشبهة الكذا رد عليها كذا. والاخت نهى برضو نفس الكلام، هي الفكرة ان احنا عايزين نطلع منهم بالمعلومات اللي بيطلعوها سواء غلط في العقيدة بتاعتهم والعقيدة بتاعتنا، دي اكتر حاجة بتسبب لهم ألم لا اكتر حاجه تسبب لهم الم. خدها قاعده كده، اول ما يقول لك رسولك عمل قل له رسولي اطهر من ربك لان ربك عمل 1 2 3. تقول لي طب احنا عايزين نرد على الشبهات بقى كرد شبهات، انا بقول لك الان وانا بكلمك تقدر تعمل الحركه. انت داخل من الكمبيوتر ولا من تليفون؟ شكلك موبايل. ماشي لا. مش مشكله طب. خلص معايا حالا وهتكتب لي في التعليقات قدام الناس نعم ام لا، ماشي؟ افتح او حصل او ما حصلش، افتح بعد ما تنزل من المداخله يعني، ادخل على جوجل اكتب بس كده شبهه اي حاجه، اي حاجه، اي شيء تتخيله، كتر اقل شيء 10 ردود من 10 اشخاص مختلفين. صح، فانت رد الشبهات ده اصلا الساحه اتملت ردود شبهات، لكن ما اتملتش ما لنا خصصت قناه للرد عليهم مما يعتقدهم. ليه؟ سد ثغره، لان انا وجدت ان 95% انا مش عايز اقول 98% بس هنقول 95% 95% من رد الشبهات من المسلمين كانت مبنيه على رد اسلاميا فقط. فانا قلت لا، مفتح انا الباب بتاع رد مما يعتقدهم. ليه؟ عشان بدام المسلم فتح مثلا رد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه بس لقى كل ردود اسلاميه، يلاقي ايضا ردود ترد عليهم من كتابهم ومن عقيدتهم هم. دي فعلا جديده عليك. فهمني؟ بس الله يبارك فيك. اعمل لي بس حصل ولا لا، اخش كده واكتب اي شبهه تتخيلها في دماغك، ان لقيت اقل من 10 يبقى تعالى قول لي لا في لقيت شبهه كده مفيش عليها غير 10 ردود بس على الانترنت يا محمد نصيف، فاحنا عايزين منك ردين ثلاثه عليها. اقول لك عينيا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك. الله يبارك فيك. معظم الشبهات احنا ردين عليها، يعني مواضيع كلها قديمه وقتلت بحثها. وفعلا زي ما بتقول حضرتك، مش لازم احنا نقف على كرسي المتهم ونقعد طول الوقت ندافع. صح. يعني هم اصلا صح. لما بيلاقونا بندافع فبيهجموا اكتر، فالمفروض ندافع وكمان نهجم، وده اللي حضرتك بتعمله صحيح. فعلا على القناه عندك احسن، دي حاجه كويسه. جزاك الله اخونا اخيرا يا اخونا مصطفى، الله يبارك. الله يحفظكم يا رب ويبارك في عمرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.
سؤال بقى لأختنا نهى ومش محضراه، كان خارج المنهج. انا شفت لك فيديو اختنا من فتره كده كنت بتقولي سبب اسلامك وما الى ذلك، فذكرتي العبد لله في في الفيديوهات، فهل كان ام لم يكن؟ لا كان كان، انا متابعه لحضرتك من فتره كبيره طبعا قبل اسلامي، بشوف طبعا ردود الشباب. انا اللي كان معطلني عن اشهار اسلامي من فتره كبيره قبل اشهار اسلامي الفعلي هو اللي بيقول عليها الاخ مصطفى، اللي هي ايه الملفات المقفله وخايفه منها، اللي هو الرسول بتاع ستات، الرسول ارهابي، مش عارف ايه الحاجات دي. بدات خلاص بقى لازم افتح الملفات اللي انا خايفه منها، فبقيت بكتب على جوجل الحاجه اللي انا خايفه منها وبتطلع ردود عليها وبرضى عنها، بقتنع بيها، خلاص كده انا قفلت الملف ده انتهى. الرسول مش بعت ستات، عندنا في الانجيل ناس اتجوزت كذا كذا، وبالعكس الرسول نزلهم من 700 و300 ملكات يمين، خلاهم 10 بس، ومش نزلهم من نفسه، بامر من ربنا انتهى كده الملف ده. الزوجات كان مفتوح يا شباب. شوفوا اخوه مصطفى، انا قلت له ايه لما تنزل اكتب لي كده على جوجل اي شبهه في العالم تتخيلها هتلاقي 10 ردود. قال لي حصل اهو، اهو اللي في التعليقات حاب. شفتوا ازاي؟ الحمد لله. احنا ابا عندنا اونلاين على طول كله عندنا بالزبط. تفاول حقيقي مش بالظبط. الشبهه بس بتاعت الرسول قاتل، ارهابي قاتل. عرفت ان في فرق بين القتل والقتال. القتل اللي هو ادخل على واحد مسالم بيته ما فيش حاجه بياكل وانزل فيه ضرب، انا كده بقتله، انا كده قاتل. هل الرسول كان كده؟ لا ما كانش كده. الرسول كان بيقتل بس بيقتل في المعركه في الحرب، ما هو لو ما قتلش هيتقتل، بدي قتال، الحرب سجال يعني، لا تقتل لا تتقتل. فلا في فرق بين القتل وقتال. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. بالظبط، قاتلوا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. نعم. ده اللي انا عرفته في الاسلام. يا الله، يعني طلع الاسلام مش دين قتله، يعني طلع نبي الاسلام ما هوش بتاع ستات زي ما انتوا بتقولوا. انتوا بتقولوا كده عشان تخوفونا، خايفين ان احنا نبحث وندور. بس بفضل الله اللي عايز يعرف الحياة بيبحث وبيدور، في منهم بيعتنق الإسلام زيي، وفي منهم بيعتنق في قلبه خايف، وفي منهم بيكابر، وده ربنا يهديه ويصلح حاله. طيب أما برضو مسألة النساء دي، انتوا عارفين زكريا بطرس جاي برضو حب يعمل في نفس الحديث ده في مسألة حب بقلية من دنياكم الطيب والنساء، وكمان خدوا القصة دي مع اني ما كنتش عايز اتكلم فيها. هذا الحديث متكلم اصلا في ثبوته، متكلم اصلا في صحته. لكن على كل، انتوا عارفين اخر الرواية بتقول ايه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. انت تعرف ان زكريا اتكلم في الحديث ده عشرات المرات، وجيه عند الجزء إيه؟ مش عايز يجيب سيرة وجعل قرة عيني في الصلاة، بيجيله شلل رباعي، مش شايف، مش شايف، بيتعمي عند الجزئية دي. سبحان الله، هو بيقول الكلام بس اللي يعجبهم بس، والباقي يعمل له قط. او دي مش مرة واحدة عليه. لا لا لا، ده مش مرة واحدة، ده كثير جدا. زكريا ممكن يجيب الحديث كده ويقعد يقطع فيه، ياخد الجزء اللي عايزه ويقعد يهلل ويعمل فيلم كوميدي خيال علمي، بينما بقى رد الحديث باقي او باقي الشبهة كلها او الافتراء كله رده في التكملة، زي ولا تقربوا الصلاة. طب ما كمل وانتم سكارى حتى تقولون. تفتكروا يا اخوة يا كريم لما باجي اجيب دليل او استشهاد يا اما من كتاب مقدس او من تفسير علماء المسيحية، انتوا عارفين بعمل لكم ايه؟ مش بجيب لكم الصورة كاملة وبقول لك واعمل، وقف واقرا انت، اقرا انت، انا مش هقص لك الكلام اللي انا عايزه واسيب الباقي. هو بيجيب جلدة الكتاب، هو بيجيب الجلدة بتاعت الكتاب والصفحة كذا ومش عارف ايه، ونيجي ندور على الصفحة دي مش نلاقيها خالص، الصفحة دي مش موجود، مفيش ولا الباب الخامس ولا الكلام ده، تلاقي الباب الكتاب ده مثلا 3-4 ابواب مثلا، مفيش الكلام اللي بيقول عليه، هي بس جلدة الكتاب بصدرها لك في الشاشة. وطبعا تانيين عشان مغفلين وعلى فهمك لا تعتمد، ومش متعودين انهم يشغلوا المصد اللي جوه ده، فخلاص بيصدقوا ويقولوا امين عادي. ايوه، لا وده ممكن فعلا يجيب كتاب ويكون مش موجود اصلا. ايوه صح. لا وهو دايما بيعمل تكست على الشاشه ويقراه، ما بيجيبش الكتاب نفسه زي ما احنا بنعمل، احنا بنجيب المرجع ونظلل للحته اللي احنا عايزين نقولها، واللي قبليه باين واللي بعديه باين، هو بيعمل تكست كده بيكتبه وبيعرضه على المشاهدين وهم بيصدقوا. بجد صعبانين عليا قوي، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. لا لا لا، مغفلين، ما يصعبوش عليك.
طب ايه والله صعبين عليا مسلمين نفسهم كده سايبين ايديهم ومسلمين نفسهم. احيان كتيره اجيب للنصارى استشهادات من الكتاب يقعد يقول لي ايه لا ما فيش الكلام ده عندنا ده بعضهم يقول لي بيستدموا لك محمد يا نصيف انت بتاع مواقع والله مواقع عارف الكتاب ده كتاب ده موسوعة علم اللاهوت للعلامة القمص ميخائيل مينا عارفة مين ميخائيل مينا ده مش عارف ظاهر عندك ولا لا الكتاب ده مكتوب عليه فوق كده من كتب التراث القبط الهامة للدارسين والشعب ميخائيل مينا ده الأنبا كرولوس أبوهم كرولوس كان شيخ مين مش شيخ شنو ده البابا كرولوس اللي قبل شنودة على طول شنودة. عارفة العلامة القمص ميخائيل مينا ده هو اللي علم كرولوس الدين طيب يعني عمود رئيس بقول ايه ده رئيس احد اللي هو بتاعة الخدمة الرهبان والكهنة وما اعرف ايه هو ده كان رئيس الدير اللي كان اتعلم فيه كرولوس الدين عارفة لما بجيب لهم النص لا دلوقتي ممكن بعضهم يقول لك مين ميخائيل مينا ده يخرب بيتك أيوة ده اللي علم ابو ابوك بتحصل فعلا مستعدين يتبروا من اي حد لما بيتبروا من العهد القديم بجيب لهم الفيديو بتاع البابا شنودة لما بيقول اللي مش هي اللي هيتبرى من العهد القديم هيبقى خرج من المله يعني ما بقاش مسيحي لا لا ده بيتفبرك ليه ما الناس دعوه بيه بروا من شنودة في ثانيه سبحان الله ما بقاش مسيح بقى مشكله برضه نفس القصه يقعد ينكر دينه وينكر عقيدته وينكر اصل اللي هو عباده الناسوت تقديم العباده للناسوت اخر ما زهقت يا اولاد ما في يا اولاد انتوا المفروض بتعبدوا الناسوت يقول لك الكلام ده مش صحيح خلينا اعمل ايه يخلينا اشتري كتاب طبيعه المسيح لشنودة نفسه واقول له يا ابني اهو كتاب اهو والله كتاب مش مواقع والله واقول له اهو وعندك بيقول شوف ده مضى عليه وعندك بيقول اهو اسمه ايه اسمه كرولوس ولا يقول لذلك فان شعائر العباده لا تقدم للناسوت وحده دون اللاهوت اذ لا يوجد فصل لا يوجد فصل لأن العبادة تقدم لهذا الإله المتجسد بعد ما خلص ويأكد كلامي يقول لي لا كلامك صحيح وطلع فيه كتاب فعلا اسمه طبيعة المسيح لشنودة وبيقول فيه الكلام ده يجي ما فيش خطوتين ويقول لي لا احنا ما بنعبدش الناسوت يا ابني انت لسه مقر معايا بعبادة الناسوت مشكلة هو متكيف بضلاله كده عايش كده عايز يموت كله كده عايز يموت ضميره والله عايز يموت ضميره بس مش عارف يعمل ايه يعني هو عايز يموت ضميره ويرتضي بعبادة الانسان بس مش عارف يسكن ضميره ازاي فيقعد ينكر وخلاص تفضل يا عيد السلام عليكم كنت عايز اعمل مداخلة مع حضرتك بس النهاردة بخصوص الكلام اللي بتتكلموا عليه ده الاخت نهى واللي بتتكلم بتقول في البعض منهم بيكابر النهاردة كنت بتناقش مع بنت مسيحية فجبنا التفسير بتاع كلمة بزل في النص اليوحناوي التفسير بيقول ان كلمة بزل دي ارسله ملهاش علاقة لا بالصلب ولا بالفداء فاقمت عليها الحجة قلت لها خلاص مدام ارسله التفسير بيقول ملهاش علاقة لا بالصلب ولا بالفداء المفروض انا اسألك دلوقتي هو ارسله ليه قالت لي لا ده التفسير ده غلط انا مش دعوة بحاجة غير بالكتاب تخيل نعم يعني كذبت الراجل العالم وهي من العوام مش فاهمة حاجة اصلا علشان التفسير ما جاش على هواها يعني بيقول بالنص كده ان كلمة بذل المقصود بها هنا كانت في المخطوطة بي 63 كلمة بذل المقصود بها هنا هي انه ارسله لكن بيوضح بيقول كلمة بذل لا تعني لا الصلب ولا الفداء طيب بقول لك هم في ثانية يتخلوا عن اي ويتبرع عن اي رجل دين او اي كتاب في سبيل ان هو بس يجي على غير هواهم يعني هي عايزة تطلع كلمة بزل ان هو فداء وهي في الاصل تم تفسيرها من اباء الكهنة والاولين في الكنيسة ان هي ارسله بمعنى ده بيأيد كلامنا ان المسيح رسول النص اللي هو تعالي انه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد بذل ابنه الوحيد
وقلنا كلمة ابنه دي كلمة مجازية، كلنا أبناء الله يعني. نعم، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أبناء الله يدعون بالضبط. وكل من ولد من الله لا يخطئ، فوما إلى ذلك يعني. صحيح. أنتوا ده أنا يا رب لقيها، بس ظني إني مش هعرف لقيها دلوقتي لأنها أحد النصارى على تويتر نزلوا له نصوص القتل والإرهاب في الكتاب. قال لهم إيه؟ قال لهم باللفظ كده: لو يسوع نفسه أمر بالقتل فأنا فهو خطأ ولا يؤخذ ولا يؤخذ بكلام. والله عم بدور بدور عليها عالم، يا رب لقيها، يا رب لقي الصورة. ده عبيد، ده جابها من الآخر، برق من يسوع ذات نفسه بره وعمال يتبرى كل ما يتزنق يخلع عم تبرى من الاله اخر ما زهقت معاه. سبحان الله، بيغلط الهه. مشكله. ومساله تغلط، انا بقول لكم والله فعلا في مسائل احيان كتيره لو اتزنق فيها الشخص عندهم من كتر الاستكبار وان هو صح والباقي كله غلط ممكن يرفض كتابه وينكره ولا انوش يبقى هو غلط. يعني ممكن يرفض الرب ولا انوش يبقى غلط. لما تزنق حد في الحوار اما يكذب اما يبدا يشتم ويستافل اما يبدا يخرف بقى ويفسر لك تفاسير من عنده، تفاسير روحيه ورمزيه وملهاش علاقه في النقطه اللي بنتكلم فيها. معظمهم بيستافل ويشتم ويعمل بلوك. بنعديه. صحيح. طب مسألة تسافل ويشتم دي اختنا، انت تعرفي ان اصلا انت اختنا تعرفي اصلا ان دي بداية هي الطريقة التي كان يتعامل بها الرب عندهم مع البشر. ايوه يا نسل الفاسق والزانية يا مش عارف مين يا اولاد الافاعي. لما ضربهم في الهيكل بالسياط وقال لهم بيتي بيت الصلاة، ويقول لك المسيح عمره في حياته ما عمل خطية، وإنسان كامل وإله كامل، إزاي هو عمال يشتم؟ تقول الإنجيل بيشتم ويقول يا أولاد الأفاعي وبيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتم مغارة للصوت، ويغضب ويضرب. إزاي يعني ما بيغضبش؟ إزاي يعني ما عملش خطية طول حياته 33 سنة اللي عاشهم على الأرض؟ أيوة أهو وجدته والله والله يا شباب، انا اتاكدت من حسابه انه فعلا مسيحي. لحسن تفتكروا ان انا ايه بيقولوا ايه اللي هم بي 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 بيتلصصوا ويقتطعوا لا والله، او ان انا بعمل فبركه. انتوا عارفين انا ماليش في المواضيع دي، ما فبركش النصرة الدين يعني. انا وادخلوا حسابه على تويتر بنفسكم وتاكدوا. انا اتاكدت فعلا انه مسيحي، ده مدافع عن المسيحيه كمان المفروض. بيقول ايه؟ بيقول انا مسيحي بامتياز وبرفض كل انواع الارهاب والتهديد، واذا قال يسوع شيء غلط او عمل شيء غلط برفضه. هو ابنه في المدرسه رايح يدافع عنه قدام المدير. ايه ده بجد؟ ده ما وردش عليا. يرموا نسبه التخلف دي عاليه شويه. الله المستعان. ما حصل. لا ده بيقولوا ايه؟ ده بقى نسبة تخلف وعناد وكفر 14 برو، يعني ده برو، ده عدى المرحلة ايه خلاص كده بيتبرع عن الهه. طب اتبرع عن واحد كتب كتاب ولا اتبرع عن كاهن؟ اتبرع عن المسيح نفسه اللي هو المفروض انه الهك. سبحان الله. جاب من الاخر، هو جاب من الاخر، هو قالك احنا لسه هنقعد نتدرج كتير، جاب ضرب سقف الطموح كله. الله يستر. وده يدل على انه اصلا مش مقتنع باللي هو فيه. انا لو مقتنع باله هدافع عنه مش هتبرى منه. هو اصلا مش مقتنع بان المسيح اله. بيقول له وقال كذا، يعني انت كمان مش عارف هو قال ولا ما قالش. ده هو كده خلاص يعني. مش عارف اللي قاله المسيح. وبرضو بنت تانية تقريبا كان على حسب ما نقلوا لي انها من اتباع ماجي خرام، جايين لي بعد في حلقة من الحلقات طلعت معايا، فبقول لها الرب عندك اهو، رأيت الذي جالس في العرش وله سبعة قرون وسبعة أعين. قالت لي لا ده الشيطان. يا بنت الله يهديك، ده الرب بتاعك. قالت لي لا دي صفات الشيطان. يا بنت كتابك بيقول هو الرب. لا، ومصممة ان ده الشيطان مش الرب.
مع ان معظمهم بيتكلموا مش عن درايه، هم معظمهم بيتكلموا كده وخلاص كلام ارتجالي، ولما بتزنقهم قوي العقل بيرفض الافعال دي فتلاقيها بتنكر مش عارفه تعمل ايه، انت عصبتها بفجيعه مش عارفه تعمل ايه فبتضطر انها تنكر، هتقول لك انت صح وانا غلط، فتقول لك لا ده مش قصده على المسيح، ده قصده على الشيطان. ربنا يحفظك. صحيح، ربنا يحفظك. هم عندهم كده كل بيقولوا ايه، لو كل مسيحي كنيسه لوحده، عندهم لو جمعت 10 هتطلع لك 11 عقيده، ما تعرفش منين جت ال 11، هم بقوا 11 ازاي وامتى ما تعرفش. ما بيجتمعوش على تفسير، ما بيجتمعوش على تفسير آية واحدة، تفسير واحد، كل واحد ليه تفسير مختلف. صحيح صحيح، ده أنا مش عايز أقول إن كل واحد ليه كتاب مختلف كمان، إنجيل مختلف وبألفاظ مختلفة. سبحان الله. الرؤى المنعم عليها ولا الممتلئة نعمة، 63 صفر 66 صفر ولا 73 صفر. أيوة سبحان الله. مشكلة مشكلة. أسأل الله أن يبارك فيك أختنا. عندك أي إضافة أخرى؟ شكرا، بارك الله فيك يا محمد، ربنا يحفظك يا رب. سعدت جدا بالإخوة الأكارم. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يسترك ويحفظك دوما يا رب العالمين. الإخوة الأكارم جميعا، أنا أريد منكم بدون حتى ما تكتبوا في التعليقات، أريدكم منكم جميعا كلكم الآن أن تدعوا لأختنا نهى بالتوفيق والسداد، وأن يجري الحق على لسانها، وأن يريها الحق حقا، وأن يرزقها اتباعه، وأن يريها الباطل باطلا، وأن يرزقها اجتنابه، وأن يصلح لها شأنها كله. اللهم أمين. اللهم أمين. أسأل الله أن يبارك فيك، شرفتينا ونورتينا، شرفتنا ونورتنا، ويا رب نشوفك عندنا. بارك الله فيك يا محمد، ربنا يحفظك يا رب. أمين الله أختي، أشكرك. أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.